أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد حاليا في الإمارات للعلاج على إجراء اتصال هاتفي بمحمد مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة لرجال بالنادي، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة 13 في تاريخ النادي. وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبي الأهلي والسلوك المتميز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال البطولة. كما قام الخطيب بتهنئة فريق اليد رجال بعد فوزه على الزمالك ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري. يذكر أن الكابتن محمود الخطيب يجري عملية جراحية في العمود الفقري للتخلص من آلام الظهر التي ألمت به، حيث خضع لفحوصات جديدة، حيث أقر الطبيب الكوري المعالج ضرورة إجراء جراحة وبحسب رأيه بسيطة وغير مقلقة وليس لها أي مضاعفات. وفي الوقت نفسه أرسل رئيس النادي نتائج الفحوصات والأشعة الجديدة للطبيب الألماني والذي أشرف على علاجه لاستطلاع رأيه، وبدوره أقر بأهمية إجراء العملية الجراحية. نتابع تهنئة الكابتن الخطيب من خلال مداخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالأمس على شاشة قناة الأهلي.